موضوع شيق بصراحة، وأنا يعني كتير متشوقة أنه وش الموضوع أولاً قبل أي حاجة؟ عن المجوهرات بصراحة، الألماس مين ما يحب المجوهرات؟ يعني حتى حنا كذكور نحب المجوهرات، لكن مو أكثر مو للبسها لا، ولكن لإهدائها. إحنا فيها أزواجنا، أمهاتنا، أخواتنا، فسبحان الله شيء له ثمنه. خلص لكن مستني أنا الهدية فيصل. إذن رحلة تاريخية مشاهدين الكرام، تفاصيلها من الألماس والذهب والمجوهرات الثمينة. مجموعة عريقة تكشف تاريخ إحدى أعرق تصاميم المجوهرات خلال فترة تزيد عن قرن من الزمن، لتذكر بحقبة مليئة بالملوك والسحر والرقي. إذن التفاصيل من معرض كنوز وأساطير في التقرير التالي للزميلة نايلة السروي. نتابع. بريق الماس هنا يعود بك إلى سنين خلت وشخصيات مميزة كان لتفاصيل حياتها وقع خاص في قلوب محبيها. كنوز وأساطير، عنوان رحلة تاريخية مليئة بالإبداعات الراقية رسمت تفاصيلها دار فان كليف أن أبلز. الرحلة تسلط الضوء على البراعة والحرفية من خلال أكثر من 50 كنزاً من المجوهرات الراقية والابتكارات الثمينة. هناك 57 قطعة تنتمي لشخصيات عدة من العالم، مثل الملكة نازدي والأميرة فوزية من مصر، وسرودين أغاخان والأميرة غريس من موناكو. مصادر متعددة لمجوهرات فريدة موجودة هنا في دبي حتى أواخر الأسبوع القادم. كل إبداع من المجموعة المعروضة يعكس تطور الدار وأسلوبها الفريد عبر الزمن. إبداعات عديدة تراوحت بين القطع الثمينة والإبداعات الاستثنائية، فأثرت أبرز شخصيات المجتمع الدولي بحسها الابتكاري وأحجارها المتميزة وعالمها الساحر. الأنوثة والرقي عنصران أساسيان يميزان شركتنا، ونحن نرى بأن نساء الشرق الأوسط أنيقات وذوقهن رفيع جدا، لذلك سيحببن هذا المعرض. تصاميم عريقة ميزت قرنا من الزمن عاشته ملكات وأميرات وشخصيات من المجتمع الأرستقراطي كانوا من أعظم السفراء لعصرهم. وما زال في برنامجنا، دبي أرض المواهب تحتضن بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي First Global في أول ظهور لهذا الحدث العالمي الأكبر من نوعه على مستوى العالم خارج الأمريكيتين. ابقوا معنا.